لو الحكاية فيها إن فيتو. كنت عايز أعرف من حضرتك ما هو سبب حرص حضرتك على مشاركة في مثل هذا المؤتمر الكبير؟ نحن نرى أنفسنا معنيين، ونحن من دعاة الهواء، دعاة اللقاء، دعاة مواجهة أي عنف. نحن نبدأ إلا في عنف في عملية جراحية والعلاج، لكن كمبدأ وذلك نحن بالطبيعة نكون موجودين في هذا المكان، ونحن نعمل في إطار حوار بين أديان وثقافات والتقى يعمل في هذا الاتجاه، وكثير من الوجوه التي ترونها الآن هي جزء من الملتقى الذي دائما نلتقي على نلتقي في لبنان، ملتقى بين مسلمين في مسيحيين سنة وشيعة، حتى مستوى ثقافي تنوع، حتى علبانيين وغير ذلك. نعتقد أن التجربة الموجودة في لبنان أنها تجربة إن شاء الله تكون رائدة، وبالتالي أي دعوة نرى أنفسنا معنيين بها، ونرى حتى لو لم ندعو إليها نرى أنفسنا لابد أن نكون فيها. لماذا تصل العلاقات بين السنة والشيعة الآن؟ الآن مع الأسف طبعا تشهد الساحة بين التوتر السني الشيعي، طبعا أعتقد أن التوتر أساسه جانب المدن، يعني الخلاف الحقيقي شوي الجانب السياسي هو الذي غالبا يعطى طابعا للتوتر، طبعا الذي يثير الخلاف الآن هو خلاف سياسي، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في لبنان المتصدر خلاف سياسي، لكن عم يعطى طابع للنبي، وهون دور العلماء أن ينزعوا هذا التكفير المذهبي ليتحول الصراع صراع سياسي، لكن يعطى طابع مذهبي في صراع حاد، وقد يكون يعني امتداداته صعبة مزعجة. إذا هو صراع سياسي وليس ديني؟ يعني دائما الصراع الموجود هو صراع، أي صراع فضله تجد خلفيته صراع جديد، ما حدا الآن عم يتصارع على الخلافة أو على الإمامة أو على قضايا، نعم تستثار المشاعر، إنه هؤلاء يسبون الصحابة أو هؤلاء حرفوا القرآن أو هؤلاء عندهم كذا، يعني هذا اللي يثار، بس هذا اللي يثار مش هو أساس الصراع، أساس في جانب سياسي معين، في صراع على النفوذ بين المواقع السياسية بين الدول، في صراع نفوذ عم يعطى طابع، وعلينا أن نخرجه من هذا الطابع، هون دورنا في العالم، هذا الذي نعمله. هل ترتب على العلاقة المتوترة بين السنة والشيعة أي خسارة في البلدان العربية؟ شو الخسارة؟ وهل الخسارة في البلدان الذي يعني لما أنت تتحدث سوريا صار فقط فيها 200 ألف قتيل، يعني مع ما شاء الله من الجرحى وغير ذلك، العراق كم نعد بالملايين يمكن هذا هؤلاء اللي كانوا في هؤلاء اللي سقطوا كانوا في قوة لدعوة العالم، فعليا في سقطوا في موقع مواجهة التحديات التي تواجهنا جميعا الآن في الأقصى. ماذا عن العلاقة بين الشيعة وبين الأزهر الشيعي؟ طبعا نحن من الذين يعملون من أزهر الشيخ الأزمة السابقة، دائما أراه مفتقا، أكدنا على ضرورة على هذه العلاقة وعلى نزع الفقير منها، وطبعا ندعو الشيعة كذلك السنة ندعو إلى توضيح الكثير من الأفكار المقتبسة التي من خلالها عم ينفذ التوتر. الإمام الأكبر استقبل شهر يونيو الماضي نائب رئيس العراق، نائب رئيس العراقي، واشترط بأنه لكي يتم عقد لقاء بين الشيعة والأزهر لابد من صدور فتوى صريحة من علماء الشيعة في المراجع الشيعة في العراق وفي إيران، وصدور فتوى صريحة تحرم صد الصحابة وأمهاتهم. من الذين
أصدرنا ونصدر إنسان فنصدر فتوى لا يجوز إساءة إلى صحابة رسول الله، لا بد من احترام واقع دورهم. بالتالي نحن لا نجيز إساءة لأمهاتهم تحت أي شكل من الأشكال. هذه فتوى نحن معه ندعو إلى فتوى واضحة وصريحة في هذا المجال تؤيدك. نحن كذلك في إطار الحديث أن الشيعة يريدون أن يتمددوا عند السنة وغير ذلك، كما أشرنا كل ما يسيء إلى المسلمين الآخرين، إذا كان أنا أريد أن أكسر سنيا وأكسر الساحة الإسلامية الواسعة وأكسر الوحدة الإسلامية وأكسر المسلمين الآخرين، شو أستفيد؟ كما أن هذا لا ينبغي أن يحصل، بالعكس أنا أتوجه لأن يجعل الناس الذين خارج الدين ندخلهم في الدين، مش اللي داخل في الإسلام، وإذا كان في المذهب بالعكس لا مشكلة، مشكلتي في الذي خرج من الدين أو في الذي عنده مشكلة مع الدين من الأساس ولا يريد الدخول عليه، هذا نشتغل عليه، ما أنا أوجه جهودنا وكتبنا وإمكاناتنا المالية. في